إنه اللي بيغلط يتحاسب، طب مش يتقال له اسكت حتى هو بس. تمام، اتفق معاك جدا، بس هل الغلط في الالفاظ بس؟ ما احنا عندنا غلط في حاجات كتير، ما احنا عندنا غلط في انديه تانية، في ميزانيات، وفي مخالفات ماليه. طب ما بتحاسبوش ليه؟ هو عندنا في السوري هنا يعني اشتم او اغلط تتحاسب، بس مثلا تسرق في امتحان محدش يعرف عنك حاجه؟ ما هو ده غلط، الوزارة هو ده أعلنت غلط. من شهر أو أقل إن هي بترسل لجان تفتيش للهيئات الإدارية سواء على مستوى الأندية أو الاتحادات علشان تعمل اللي بتقول عليه حلو، دلوقتي يا ما كابتن شفناش سامي. في نادي الزمالك بس يا كابتن. هي في كل الأندية بس طب يمكن احنا التركيز مع الزمالك ليه؟ إعلاميا، بس هي اشمعنى؟ اللجان في كل طب هل النادي الاتحادات. الاهلي، مع احترام النادي الاهلي، ما عندوش مخالفات؟ ما كل الناس تقول ان عنده مخالفات. فين حد بيحاسب الاهلي او حد يجرؤ يحاسب النادي الاهلي؟ المره ليه لأ؟ الوحيده، المره الوحيده اللي اتحاسبوا فيها النادي الاهلي واتشال المجلس، مش الكابتن طاهر ابو زيد واتشال وتعين المجلس هو صح ولا ما حصلش؟ من سنوات من قليلة. فتره، هي دي المره الوحيده يتحل مجلس النادي الاهلي. حد بيقدر يجرؤ يحل مجلس النادي الاهلي حتى لو عنده اخطاء ماليه؟ مش شايفين، مش شايفين ان نادي الزمالك بس بتحل مجلسه. ونادي الزمالك كل ما فنيا بقى، كل ما نادي الزمالك بيعمل فرقه كويسه بودت قادر سنتين وبتتحل، سنتين وتلاقي الفرقه اتفركشت. منين وازاي؟ انا ما اعرفش. ما بنشوف النادي الاهلي وفرقته مستقره بالاربع خمس ست سنين، ما بنشوفش ولا لعيب يمشي، ولا لعيب محترف، ولا لعيب يحترف بره. اشمعنى نادي الزمالك لما هوب يشم نفسه وياخد الدوري سنتين ورا بعض تلاقي كل الفرقه مشت؟ انا دي لغز بالنسبه لي. ما طب دي بقى ايه مشكله مين يعني؟ مش عارف والله يا كابتن، انا بقول لك دي لغز بالنسبه لي. في حاجات لا من جوه يعني النادي، انه في لعيبه ما بيجيلهاش، ما يمكن الاهلي بيستطيع حمايه لاعبيه نجومه يعني مهما جات لهم عروض بيعرف يحافظ على وجودهم. ما هو قفشه بيجي له عروض، ما هو حمدي فتحي بيجي له عروض، ما هو الشناوي بيجي له عروض، بنسمع. علي معلول بيجي له عروض وبيستمر حتى ما هو رمضان صبحي مشي، ما طيب عبد الله السعيد طيب مشي، ما حماش دول ليه؟ طيب اشمعنى؟ لان ما هو في الاخر اهو بيمشي منه نجوم حلو، وفي نجوم بيجي لهم عروض بيستطيع ان اللي هو جاله مشي، يقنعهم لكن انا ما بالبقاء. شفتش حاجه رسميه جت لحد، كله بسمع، كله بنسمع. هو مش، هل مش الشناوي ده احسن جون في مصر في افريقيا؟ ما انا ما شفتش عروض جت له رسميه. الاهلي اعلن انه بيعلن رسميا جاله عروض من انا النصر. ما بنشوفش يا كابتن هاني. علي معلول ما بنشوفش، كان مش ما كان كله مع احترامي طبعا، كله فيه بيجي له كلام، لكن بنشوف حد على الورق بيجي له حاجه رسمي؟ اشمعنى الزمالك اللي بيحترفه ده فرقه، يعني فرقه يا كابتن هاني، جيل بحاله اللي هم اللي خد دوري سنتين، يمشي منهم اكتر من سبع ثمان لعيبه فرقه واحده؟ لو عديناهم بن شرقي، طارق حامد، اوباما، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، يعني لعيبه كتير مش عايز انسى حد، فرجاني، فرجاني، لعيب، كل ده جيل واحد، كل ده جيل واحد. الناس بتمشي، امام عاشور اخرهم، شوف عدينا سبعه ثمانيه فرقه واحده. الفرقه دي لو قعدت مع بعض قادره تاخد دوري ثلاث اربع سنين كمان ورا بعض. ليه الفرقه، ليه الفرقه دي بتمشي؟ ليه كل ما نعمل كده على طول، كل ما الدوري النادي الزمالك يعمل فرقه سنتين سنتين وبتبوظ؟ طيب هقول لك الراي اللي هو الاداري اللي هو ماشي، وانا مش شغال في الاداره او مش عارف التفاصيل تمام. الكامله، انا اللي اشوفه ان انت ممكن تبقى بتحاول تزود مصادر دخلك، فبتحاول تظبط العقود، فبتحاول تقنع اللاعبين بالاستمرار. دي نظره كده سريعه يعني. امام عاشور الزمالك وافق على ان هو يبيعه ب 3 مليون عشان عنده ازمه دي ماليه، غلط. فلو ما كانش عنده ازمه ماليه كان ممكن يسيبه، ده طبقا للي معلن من جانب الزمالك لا يعني. برضو انا يعني بقول في غلط من جوه نادي الزمالك، والله اعلم بره نادي الزمالك بيحصل ايه بقى، من سماسره، من وكاله لعيبه، من حد بيدعم الفرقه، لكن في غلط من جوه نادي الزمالك. يعني انت مشيت بن شرقي مش قادر تجدد له صح؟ رحت جبت كام لعيب بفلوس قد ايه؟ جبت على الاقل في مركزه مصطفى شلبي، ده غير بقى باقي المراكز، عمر جابر، دونجا، بفلوس قد مصطفى ايه؟ الزناتي، بقد اللي هياخده مصطفى بن شرقي واكتر صح؟ يبقى فين بقى الازمه الماليه؟ يبقى المقصود ان بن شرقي يمشي، المقصود ان امام عاشور يمشي لمصلحه مين؟ طب ما انا لو بمشي وما عنديش فلوس مش هجيب حد، لكن بمشي واحد مش عارف اجدد له واجيب بداله خمس ست سبع لعيبه او 12 لعيب جداد بفلوس اكتر، طب ما انا بدل ما اجيب السبعه ثمانيه 12 لعيب، ما انا حافظ على الثلاثة اربعه اللي عندي الكويسين اللي عاملين الفرق صح ولا لا؟ ففي غلط من جوه النادي في تجديد العقود. وانا طبعا يعني امام عاشور ان يمشي ده اكبر غلط. حتى لو فاضل له ست شهور، لو فاضل له سنه وقعد ويخلص، ما يخلص ما يخلص ويمشي، واطلع اقول للراي العام هو مش عايز يجدد، لكن يقعد يلعب معايا، لكن ما بعوش وابوظ فرقه وامشي ده وامشي ده وفرقه تبوظ. بتشوف؟ طب الاول بس هستعرض لك لقطه بما اننا اتكلمنا فيها، لانه كان الاهلي نشرها بشكل رسمي، فبنحب نقولها، ان عبد الحفيظ يكشف عن عروض الشناوي وتقدير الخطيب لموقف حارس الاهلي. ده الموقع الرسمي للاهلي كان بيتكلموا يوم
كام؟ 30 ايه ده يا جماعه؟ 30 يناير. 30 يناير 2023، ان اللاعب جاي له عروض يعني، وان رفضها حبا في الاهلي، وان طبعا الاهلي معلوماتنا انه كان قدره ماديا فبقى. يعني اقصد انه بيحصل. بقول لك احنا بنسمع بيتكتب وبتشوف. النصر وويجن، الاهلي كان كاتب ان النصر وويجن رسميا. هل ده رسمي او مش رسمي؟ الله اعلم، انا ما اعرفش. ما اعتقدش الاهلي هيعلن رسميا. بص وهي يا حاجه مش يعني، ما احنا برضو مع احترامنا للاهلي طبعا، نادي كبير ونحترمه كل حاجه.